صباح الخير سلمى. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك وصباح جميع مشاهدي الأخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. عم نبتدي رحلة صباحية جديدة فيها محطات عديدة من دمشق وأكيد للمحافظات السورية حصة برحلتنا كالعادة. مع بداية كل نهار نتمنى نهار يحمل الخير والبركة والرزق اللي كتير والانفراج يا رب لكل الناس. يسعد صباحك. يسعد صباحك نور. مبارح كان مطر الخير، شفنا مطر قوي كتير، إن شاء الله يا رب هذا الموسم يكون موسم يا رب. هيك مثل ما بيقولوا كلياته خير، وبنفس الوقت كمان يكون شوي في متأمن قدر المستطاع وسائل تدفئة أكيد للناس إن شاء الله. وأكيد بدنا نقول كمان أنه معنا مواضيع متعددة رح تكون بين الفن والمجتمع وأيضا التميز والبطولات بأعمار صغيرة رياضية وغيرها من التفاصيل رح نقلبها مع ضيوفنا لليوم، ولكن مثل العادة لازم نصبح عليكم بغنية صغيرة. أما هلأ سلمى كالعادة خلينا نروح لقراءة سريعة لأهم الأحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. اليوم تتولد أحداث جديدة وبتتسجل برزنامة التاريخ وبتشكل ذاكرة منسترجعها مع بداية كل صباح. واليوم 27 تشرين الأول، خلونا نتعرف على أهم الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم. بعام 1951 إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي المصري الإنجليزي للسودان، وبعام 1960 نهاية أزمة الصواريخ الكوبية بعد أن اتفق الرئيسان جون كينيدي ونيكيتا خروتشوف على إزالة الصواريخ من كوبا شريطة عدم غزو الولايات المتحدة إلى. وبمثل هاليوم من عام 2013 سائق سيارات السباق الألماني سباستيان فيتل بيفوز ببطولة العالم للسباقات الفورميلا 1 بموسم عام 2013 للمرة الرابعة على التوالي. وهاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات اللي كان لها بصمة مميزة، ففي عام 1728 جيمس كوك بحار ومستكشف إنجليزي، وبعام 1844 كلاس بونسار نودلسون سياسي وصحفي سويدي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1908. وأيضا شهد هاليوم على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1980 جون فان فليك عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء عام 1977. أما هلأ رح نروح لمحطتنا التالية. بيستمر ضمن أيام الفن التشكيلي المعرض الفردي للفنان أحمد روماني بجاليري جولي آرت، المعرض اللي حمل اسم الناجي، والتفاصيل بتقرير زميلتنا جانيت شاهين. ضمن أيام الفن التشكيلي السوري يستمر المعرض الفردي للفنان أحمد روماني في جاليري جوليا آرت. المعرض الذي حمل اسم الناجي تضمن مجموعة متنوعة من المجسمات التي اتخذت أشكالاً غير معهودة، لكنها حملت رسالته الفنية الخاصة، حيث اتخذت المجسمات هيئة أشخاص نصفها طبيعي ونصفها يشبه الأخطبوط. الناجي هو الخلاص من الشيء والنجاة منه، فسلط الضوء أنا على المرحلة يلي هي ما بعد الحرب، المرحلة يلي كنا عايشينها، شو بتحمي الرواسب وتأثيرات نفسية على الأشخاص. فكانت أحد التأثيرات النفسية هي اضطراب الغربة عن الواقع. الغربة عن الواقع كان لها أسباب ونتائج، اشتغلت على الأسباب والنتائج. أحد الأسباب كانت هي الصدمات أو الفقدان الأشخاص أو الفقدان بشكل عام، والحالات الاقتصادية يلي هي الفقر. فأنا سلطت الضوء على المعلقة كرمز للفقر بأغلب الأعمال اللي عندي إياهم. النحت هو ما تفرد به روماني خلال مسيرته الفنية، مستخدماً مادة البرونز التي تعتبر مادة صعبة في هذا المجال. أغلب الأعمال المعرضي الفردي بيضم 26 عمل برونز. اخترت مادة البرونز لأنه هي مادة نبيلة ولها ديمومة، فاعتمدت مادة البرونز بأغلب الأعمال. منحوتات عدة حاول من خلالها الفنان روماني إيصال رسائل متعددة لمتذوقي فن النحت، ليكون معرض الناجي بصمة مميزة ضمن أيام الفن التشكيلي السوري.
أما هلأ سلمى بننتقل لأولى محطاتنا الصباحية لليوم، رح نحكي فيها بعالم الديكور، عن أهم جزء فينا نقول بالديكور. دائما أي مكان بنفوت عليه بيلفتنا نظر إضاءته، لأنه الإضاءة هي بتنعكس على الديكور بشكل عام. قديش الإضاءة بتكون ظابطة، مخفية، مخباية، اللونية تبع الإضاءة قديش بتلعب بجمالية المكان. أكيد نور، ولهيك دائما يعتبر يعني تصميم الديكور جزء أساسي منه عناصر الإضاءة، وهي التفاصيل اللي بتدخل فيها. رح نحكي اليوم أكثر بهذا الموضوع، وكيف ممكن نختار الإضاءة المنزلية بشكل صحيح. كل هالتفاصيل رح تطلعنا عليها طبعا ضيفتنا مهندسة الديكور غنى الخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح بعد زمان. عن وجه بعد مبروك لك ولسلمى نرجع تحية كمان لوسيم. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك. خلينا نحكي كمان، انت عروسه جديده، يعني بيهمك اساسا ديكور البيت طبعاً. يمكن واهم قطعه يمكن او مكان بنحب نقعد فيه بالبيت هي غرفه الضيوف. خلينا نحكي عن اضاءه غرفه الضيوف، قديش بتلعب دور؟ يعني دائما بنشوف موضه، يعني بتصير ترند انه هيك بدارج هلا بالديكور، بس احيانا ما بتكون مناسبه او يمكن ما بتلائم الديكور الموجود وما انا جميله، واللونيه بتلعب دور. يعني بنشوف الابيض بيختلف عن الاصفر، بينعكس حتى على الديكور. هلا كونك انت قلتي بلشتي باول قصه انه انت بيت جديد، فدائما المهندس بتلاقي صحيح. عنده 600,000 فكره و600,000 فكره وبده ينفذهم كلياتهم ببيته. صحيح. بس بتيجي لارض الواقع بيقولوا لك دائما باب النجار باب مخلع، فانا دائما بقول يلا يلا بعدين خليني اخلص كذا وبرجع بكمل. بس رح اقول لك شغله، كغرفة ضيوف أو غرفة معيشة في اثنين جوين مختلفين. فلما بيكون عندك أنت دائما مثلا غرفة الضيوف لنقول عنها هي غرفة تستخدم من النوادر، فهي لازم تكون إضاءتها شوي غير غرفة المعيشة اللي هي لازم تكون فخمة، فيها عنصر إنارة جمالي وعنصر بيقولوا لك إنارة محيطة، فهي لازم تكون كتير مدروسة بطريقة حلوة، لأنه هي بتكون أحياناً أهالينا أو نحن في عنا تحف أو لوحة معينة بتلاقي فيها تركيز عليها بشكل مباشر. وبالإضافة أنه الضوء العام. بس دائماً في شغلة الناس يعني ما كتير عندها اطلاع عنها، هي لون الضوء. صحيح. هي اللونية لهيك سألتك أنا. وحتى شدة الضوء هي اللي بتلعب بتحكيم اللون. يعني مثلا في دائما بيقولوا لك في تستات مثلا لون شمسي دافي بيطلع اللون، إذا أنت بدك لون مثلا موف بدرجة معينة، فأنت لما بتقولي طلع فاتح أرجع غمق لي، هي المشكلة مو بلون التغميق، بيكون اللون صح ومحطوط بالطريقة صح بس الضوء اللي مسلط عليه بطريقة غلط. فهي كمان لازم كتير نكون دايرين بالنا، مو بس بغرفة الضيوف أو بكل البيت، إنه دائما عنصر الضوء ولون الضوء وشدته هي اللي بتلعب بجمال البيت أو بمكانه. صح. طيب غنى كمان نحن خلينا نحكي انه في عندنا نوعين من الاضاءه، الاضاءه الطبيعيه اللي هي بتدخل من ضوء الشمس، والاضاءه الصناعيه اللي هي نحن بنتحكم فيها. اوقات غرف البيت مو كلياتها ممكن يكون فيها اضاءه طبيعيه، فيها شباك. فكيف لازم يتم توزيع الاضاءه الصناعيه ضمن هي الغرف اللي ما بيدخلها ضوء، وشو اهم خلينا نقول التفاصيل اللي لازم نعتني فيها، واللون اللي لازم يكون موجود بهيك غرف؟ تماما. هلا الغرف اللي بتكون ما فيها ضوء نحن دائما بنحاول تكون الوان فاتحه. يعني مثلا الجدار مثلا ما يكون لونه اسود او ما يكون رمادي وحط له ضوء، لانه قد ما قدرت تضويه ما رح يضوي، رح يضله معتم ومغم. فدائما انا بحاول روح للالوان الفاتحه اللي هو مثلا الالوان الباستيل الفاتحه جدا جدا، يعني بتعكس كمان، بتعكس زائد في كمان اضويه اللي هي بسميها اضاءه شمسيه. فطريقه توزيعها بالسقف هي اللي بتلعب دور. احيانا بتكون حاطه انارات مخفيه ما لها كافيه مثلا انك انت تكوني بس في عندك مثلا منهم بيعملوا اسقف مستعار وبحطوا فيها اناره مخفيه لك كافيه، لا هي ما لها كافيه. هي لازم تكون اسمها الوان محيطه، يعني هي لازم تكون كتير مدروسة بطريقة صح وموزعة بطريقة صح لأنت تقدري تعدي فيها. لأنه أحيانا بيقولوا لك إنه أي غرفة مثلا قاعدة بس ما فيها ضوء شمس. فلا، نحن بنخلقها إنه إن كانت بجلوبات، بالإضافة لازم نكون نحن دائما نضوي السقف، بعدين بنحط ديكورات اللي هو لامبادير، إنارة، إحبال اللي تحت غرف مثلا تحت التلفزيون، وا وا وا. هي اللي بتعطيك هذا الجو. فأنا برجع بقول لك لازم تكون مدروسة بطريقة صح لأنه قوتها مزعجة
وانها تكون كثير خفيفه فهي معتمه حتكون. طيب خلينا نركز على نقطه كثير مهمه قلتي، اهم شيء نحن يعني البيوت العاديه الكلاسيكيه التقليديه للعوائل إضاءة هي الأهم شيء بتكون من السقف. شو هو التقليدي يعني اللي أنا ما فيني أوقع بخطأ فيه وبنفس الوقت ما أعمل ديكور لأني أخبي الإضاءة أو أشتغل بالتفاصيل، يعني مثل غرفة ضيوف مختلفة عن غرفة المعيشة، المعيشة اللي بنقضي فيها وقتنا كلياتنا، فبتلاقي أغلى البيوت هي الإضاءة فقط السقفية. سقفية. فهم بيلعبوا يمكن بيلعبوا بالعلو أو فينا نقول بتخباية الضوء، هون كيف بيكون التقليدي أو الكلاسيكي مشان ما أوقع بالخطأ، يعني أنا أكون بأبسط الأمور يمكن ماشي الحال. هلأ هي مو كلاسيكي فيك تقولي الطريقة الصحيحة إنه أنت مثل ما رجعت هلأ حكيت لك إنك أنت قوي ضوي السقف، لقيت ضوء كافي إذا هو ما في عنصر ضوء مثل الشمس، لقيت ضوء كافي فأنا ما عندي مشكلة بالشغلات الثانية. إذا كان السقف ما بيتحمل يعني مثلا في أحيانا أسقف يعني العالية مثلا قد ما أوكي العالية هي دائما بتلاقي التريات نازلة للنص صحيح. لأنه هي ضوء بتمركز إنه قد ما أنت عليتي فهو في عندك بيقولوا لك شعاع ضوئي أو الشادو أو هذا، فأنت دائما بتلاقي كل شيء سقف عالي بتلاقيه نازل للنص صحيح. هلا بوقتنا الحالي ما عاد في أسقف عالي من النوادر اللي تلاقيها عالية، فأنت بتلاقي لما بتكون هيك قصة إنه عندنا سقف عالي نفس الشيء إنه أنا ممكن ألعب بموضوع الأسقف المستعارة إني أنا وطيها لتحت. في منهم بيعملوا إنه بيقول لك أنا ما بدي هالمتر لأنه أنا بدي يكلفني أضوية أكثر من حق الجبسن بورد أو الأسقف المستعارة، فممكن نحن منروح لأنه نوطي السقف بطريقة واطية معتدلة ومنقوي عليها السبوتات. أما بحال لما كان ما فينا ومثلا نقول بيت كلاسيكي ما فيني ألعب بالسقف، أنا ممكن استعين بإضاءة جدارية هاي اللي هي بتساعد، بس أكثر من هيك ما فيك لأنه أصلاً مو مخدم إنك أنت تطلعي خطوط كهرباء. إضاءة كمان لونية، يعني هلا نحن بنروح للتوفير، هلا الإضاءة اللي تلاقيها الأبيض وتلاقي اللمبات الكبيرة وهدول كمان تلعب دور. هلا طبعاً أكيد بتلعب دور، ما هاي اللي عم أقولك إياها إنه في مثلاً الإضاءة اللونية هي في شدة للونين، مثلاً بتلاقي في أبيض مثلاً كتير قوي، في أبيض لا عادي دافي، ففي لون بيقولك بدك إذا بتروح تشتري بيقولك بدك يا شمسي ولا أبيض. فنحن بنروح للشمسي لانه انا بلاقي انه بيخفي كثير عيوب صحيح. عن الابيض، الابيض كثير ببين لك شغلات يعني بتحاولي تخفيها، فلا انا بلاقي فانا بقول لا خلينا على الشمسي واجمل مثلا. بس كمان بيختلف الموضوع، مثلا انا هلا عم ساوي مثلا عيادات طبيه فبيقول لك انا بدي ضوء ابيض لانه صحيح. اقدر اعرف. طبعا الاضاءات في اضاءات بتستخدم لازم تكون بيضاء، واضاءات اللي هي البيوت انا بفضل الشمسي، انا بفضل في ناس بتحب بس انا بفضل انه لا خلينا نروح على الشمسي، ببين لك دفء يعني بيعطيكي دفء للبيت بنفس الوقت بيضويه اكيد. طيب غنى خلينا نحكي كمان عن غرف الاطفال كمان يعني بيختلفوا هيك شوي عن الغرف العاديه او غرفه المعيشه لانه بيصير فيه اكثر من شيء، هي مكان اللعب ومكان الدرس ومكان النوم تمام. يعني ثلاث فعاليات مختلفه تماما كليا، فكيف لازم يكون توزيع الاناره فيها؟ هل انت بتفضلي اللي هو الديكور اللي بيكون شوي مقسم بقلب الغرفه بشكل واضح، يعني كورنر الدراسه واضح انه هذا للدراسه، اللعب النوم، ولا لا ما في مشكله؟ هلا اكيد ما في مشكله انه يكون كلياته مضوى بطريقه صحيحه، بس كونه نحن عم نحكي اطفال ودراسه فانا بفضل انه نحن نحط الاضاءه اللي هي الدراسيه اللي هي بتكون مسلطه على الطاوله لحتى هو ما بيقول لك يصير في جهد عين او جهد كثير كبير على النظر. فاكيد نحن بنخصص قسم الدراسه باضاءه قويه شوي، هي اللمبادرات. اللمبادرات في لمبادرات بتكون اصلا موجوده بالجدار، وفي اللي هي مثل اللي نحن اللي بنعرفها اللي محطوطه على الطاوله. زائد تبع قسم غرفه النوم انا بفضل تكون هي غرفه الوانها شوي، مثلا انا بكتفي انه نحن نحط انارات مخفيه او الضوء اللمبادير واحد بحيث انه هو بيساعده انه هو ينام بطريقه صحيحه. ووقت اللعب انا على حسب طبعا توزيع الغرفه، اذا كانت مثلا انا افضل المكان اللي بيكون فيه قسم لعب ودراسه يكون عنده في شباك كبير في ضوء لحتى يقدر في هو مساحة. تماما بس لما بيكون في غرفه نوم اذا انا عندي امكانيه ان انا افصل مثلا بجبسن بورد او ببارتيشن بين هالقسمين فبيكون كثير ممتاز. يعني انت فصلتي مثلا غرفه النوم انه تكون انارتها هاديه انه بتقدر تخلي الطفل مسترخي فبيكون كثير ممتاز. احيانا ما فيها الامكانيه فنحن بنقدر بس نميز بموضوع يعني يكون مركز على موضوع الدراسة طاولة الدراسة.
طيب غنى خلينا نحكي عن الاخطاء الشائعه اللي بتشوفيها بالبيوت بالاضاءات، يعني اكثر الناس هلا عم نحاول تستفيد ببعض النصائح والمعلومات، شو اللي بتلاحظي اكثر باخطاء الاضاءه؟ يمكن نحن ما عندنا هذا الاهتمام الكبير بالاضاءه، بتلاقي مثلا الديكور حلو، عرفتي؟ غرفه الصالون حلوه، الطقم جميل، ما عندنا هي التفاصيل يمكن الواسعه، شو الاخطاء اللي بتلاحظيها كثير على الاخطاء اللي بلاحظها؟ في اخطاء كثير كارثيه انه انت احيانا بتلاقي انه بفكروا انه اذا انت كترتي مثلا سبوت لايت بالسقف هو انت اوف انه عامله جهدك وعامله شيء كثير خطير، فهو على فكره كترته مضره زائد انه كلفته عاليه، يعني حتى انت بتحملي، يعني نحكي لا اقتصاديا انت بتحملي طاقه وصرف كهرباء واو، بس مع انه هي اذا انت بتركي بيناتهم مسافات منيحه بتناسب المكان، يعني احيانا بتلاقي غرفه صغيره حاطين لك 15 سبوت لايت فوق راسك انه بتحسي حالك اول مطبخ كان درجه كثير كتروه ومخفيه فوق هلا ثلاثه، يعني وفي منهم بحطوا التغيير باحجام السبوت لايت، انا مع انه لا خلينا نوحدهم نوزعهم بطريقه صح وما نخلط الشمسي والابيض مع بعض، في منهم بتلاقي سبوت ابيض سبوت شمسي سبوت ابيض سبوت شمسي فخربت انا وفايتي على البيت لانه هيك الموضوع غلط انه ما نكتر، وعن جد انه نحن ناخذ بعين الاعتبار اذا ما كان في موجود نحن امكانيات نعمل الاسقف مستعاره، نحن نعمل ضوء عام وفعلا اللمباديرات والقصص الإناث في دارج هلا الحبل لك هيك، يعني يعني ايش عم نشوفها الاضاءه مثلا مش التريا العاليه، بتلاقي هيك حبله ومع مثلا لمبه كبيره هون يعني هي بس هي مالك كافيه، هي مالك كافيه لتضوي لك المكان كامل، هاد فيك تستخدميه لانه ضو ماله ضو قوي يعني قوي، فانت ممكن تستخدمي زوايا معينه شيء معين حابه تصير ممكن تستخدميه، بس لا هي إضاءة المعترف عليها هي إنارة النار العامة هي سبوت لايت وإنارة الليد، بس كمان بالاستعانة مع التريات إذا كانت موجودة ومتوفرة، بس إذا ما كانت موجودة يعني حتى بتلاحظ أحيانا تكون مطفية الكهرباء، ففي ضوء الليد اللي نحن أوريدي بنستخدمه هي البطارية كافية، بس هي مثل ما قلت لك اختيار اللون هو اللي بيلعب دور. أنت مع اللون الليد شو يكون؟ أنا شمس، أنا عندي بالبيت أبيض. الأبيض مزعج، يعني أنا بلاقيه إنه مثلا أحيانا يعني نحن بنحكي يلا موضوع منشق على الموضوع الديكور، أحيانا بتلاقي ببين بلش عيوب مثلا بالوش إنه بطلع إنه بس مع إنه بتشوفيه بضوء ثاني مختلف تماما. بالشمسي فبالشمسي بتلاقي حالك حجم، أنا بحس بالأبيض ببشع فبروح للشمسي أكيد. طيب خلينا نحكي كمان عن أنواع الإضاءة بحد ذاتها، يعني هلا حكيتي عن السبوت لايت، مرقت فترة كان هو الدارج انه اي حدا شو ما كان ديكور بيته شو ما كان شكله لازم يحط سبوت لايت، حتى بالحمام بده يحط سبوت لايت، يعني وين ما كان بيحط بغض النظر اذا هو بيتناسب مع شكل البيت ومع المكان او لا، وفي ناس بتحب اللي هو التقليدي نيون معين بتوزعه بشكل معين مع تريا او تريتين. تمام، خلينا نحكي هلا نحن صرنا نشوف حتى لمبات صارت موفره للطاقه، تمام، انارتها مختلفه، نحكي عن هي الحلول اللي هي فينا نقول فيها اثنين بواحد، هي ديكور وبنفس الوقت حلول ذكيه. تمام، لازم الناس تبلش تستخدمها بالبيت. هلا بهذا الوقت كل الانارات صارت ليد، ما عاد في هذا الهالوجين كان قديم اللي هو بياخذ كثير كهرباء، فهلا بس منزلين شغلات جديده مثلا انه في منهم بيجوا معهم مثل مجريات كروم او الومنيوم منه فيها، يعني انت بس بتحطيها هيك بشكل مربع او بشكل ستريبس لحالها او كذا، هي اول شيء بتضوي زائد شكلها حلو صار مقبول، قبل كنا نشوف الطويله الطويله بس لا هلا صارت تلاقيها من جرايه مع بلاكسي وبتتاخذ بكل زوايا المكان، وساعتها فيك تستعيني مثلا بتريا تجميليه، ففي كثير حلول. موضوع السبوت يعني صار كثير قديم بس هو ما فيك تقولي انتهى استغني عنه، صحيح هو ناس بتحبه لسه لا ما فيك اصلا، يعني احيانا مثلا ما فيك تحطي على حسب كمان جو البيت، انا مثلا ما فيني اجيب هذا الضوء اللي عم قلكم عليه اللي له مثلا مجريات وله بلاكسي وهذا ركبه على بيت كلاسيك، في كثير تفاوت بين الستايل والديكور وهيك، فلا في اماكن معينه نحن بحاجه نستخدم فيها سبوت لايت، بس طريقه السبوت لايت هي اختلفت، مثلا في منهم بتلاقي ايام زمان كانت تلاقيها ذهبي وكذا ولميع وهذا، هلا صار في هلا بتلاقيه صار في نصب شوي مودرن، صار مع في اشكال صارت جديده، يعني مثلا ما عاد تلاقي مثلا سبوت لحاله، صرت تلاقي مثلا شغله مستطيله مع سبوتين بطريقه حلوه، ففي كثير منها اشكال بس ما فينا نستغني عن السبوت لايت ابدا لانه أكيد. هو عنصر اساسي صحيح. طب خلينا نحكي مساحه البيت قديش بتلعب دور بالاضاءه،
يعني انا بحسهم علاقه مترابطه. اذا بدي انا العب يعني ممكن انا الاضاءه تعكس لي مساحه البيت، اذا البيت صغير يعني الاضاءه ممكن انا العب فيها يبين مثلا في مساحه اوسع او العكس صحيح. هي قلت لك بتكون علاقه لون الجدار مع لون الضوء. يعني مثلا نرجع على الاساس، يعني لون الجدار اساس. اذا انا هلا انا دائما بقول لك انا بفضل يكون البيت مثلا كله مثلا لون واحد، يلي هو اللون مثلا حتى درجات الجدران او الابيض هي مو بس لون واحد، هو في درجات من صحيح الابيض صحيح. في الابيض شوي بتلاقيه بيقول لك اضرب لك اياه على اصفر شوي بيطلع لونه اوف وايت، اضرب لك اياه على الرمادي بيطلع لونه. اغلب البيوت هي تدرجات الابيض، يعني ما بتشوفي عالم بتلاقيه هلا تعمل لك اللونيه كبيره بيحط لك اياه ابيض ابيض. فالابيض ابيض قد ما ضويتي فهو مضوى، بس انا بالنسبه لي بحسه مزعج، فانا بروح بحاول اكسره دائما بلون شوي. انا ما بحب لون اوف وايت فاتح او مثلا كريمي فاتح. فانت بعدين لما انت بتضوي فانت وين ما حطيتي سلطتي عليه الضوء هو ضوى معك المساحه، وخاصه اذا كانت البيوت صغيره. في منهم عم بتلاقي تفوتي بيوت صغيره تلاقي حاط لك مثلا جدار لونه احمر. طب ليه؟ يعني اول شيء بعالم الديكور وبعالم الالوان في الوان ما بتستخدم صحيح بالبيوت. يعني مثلا دائما نحن بنقول لما بيكون عندك مطعم دائما بتلاقي المطاعم الفاست فود هي المستخدمين، ركزي عليها هلا يا اورنج يا احمر صح، لانه هي في الى شعور بتعطي دائما الشخص بالجوع يعني هي طاقة صح تماما سيكولوجيا يعني. فدائما الوان البيت انا بفضل تكون هي الوان دافئه وتاتشات معينه باللون المفضل يعني ان كان مثلا كنبايات او صوفا. فبرجع بقول لك انه كمان مثلا لما بيكون كثره الضوء بالمكان الصغير مع ضوء غلط فهو رح اجباري تحس احيانا بتفتحي البيت بتقولي طبق على صدري صح، مع انه متوفر فيه كل المزايا الشروط صحيح. بس هو طريقه توزيع الضوء كثير غلط. فانا بقول لك دائما قبل ما نفوت اي بيت لا نكتر ضوء، ندرس موضوع الزوايا صح. يعني دائما انت احيانا دائما الاشخاص اللي هنا ما بدهم يستعينوا بمهندس ديكور او كذا، انا بلاقي دائما خلينا نضوي الزوايا من كل بكل زاويه حيط وبعدين نشتغل على موضوع. لا كتر مثلا كتر سبوت على بالنص فبيصير الضوء اقوى، بس لا كترته صح ولا قليته صح. فهي بدها شويه دراسه وشوي تعب بالموضوع. يعني نحن اليوم عم نعطيهم نصائح فينا نقول مجانيه يعني تماماً. مثل ما قلتي في ناس ما بتحب هي تستعين بمهندس ديكور او كذا مشان التكلفه وغيره امور، وفي ناس كثير بتقلك انا ما رح اشتغل زياده بالبيت مثلا هذا بيت اجار تماماً. ما بدي اشتغل فيه، ما بدي غير، ما بدي اصرف عليه، بس بتروح لحلول يمكن بتصرف فيها اكثر من لو عملت الحل البسيط. فاليوم نحن اعطينا هيك افكار. قبل ما نختم خلينا هيك نعمل موجز صغير لابرز خلينا نقول النقاط للي هلا انضم لنا وعم يسمع طيب. عن الاضاءه دائما لما بنفوت على بيت نحن نكون عارفين شو، يعني دائما تكون تعرف شو بدك، شو بدك تضوي، شو المكان المطلوب تضويته. يعني مثلا مثل ما حكت نور انه هي مثلا على المطبخ، المطبخ كمان عنصر انه لازم يتضوى. فعندك الاماكن المظلمه اللي هي مثلا الزوايا فينا صحيح. نحط نحن ليد مخفي بيضوي لك، احيانا بتكون عم بتقطع فانت بس بتكبسي كبسه انه انت بتضويها. فمثل ما قلت لك تكتيره الاضويه ابدا ما لها شيء الحلو، تكتيره السبوت ابدا مو صح. فكتير امور نحن لازم ندرسها بطريقه صح، ومثل ما قلت لك نضوي الزوايا وبعدين شو بدك تضوي وبدك تسلطي ضوء بيمشي الحال ان شاء الله. انت شو اول شيء عملتيه بالبيت بالاضاءه؟ ما عملت شيء لا هلا هذا سؤال محرج اللي اذا شافه يعني مثلا انا من الاشخاص تبع انه كل يلا بقى بس اخلص هي برجع بسوي بتلاقيني ما من كثر ما بتشتغلي برا بتقول ما عاد لك اخلاق تشتغلي جوا صح. وهي المشكله يمكن بدي طفي الضوء ما بيضوا كل الاضاءه ما بتضوي الضوء شغلوا لي بس ضوء التلفزيون بكفي. هي المشكله بيعاني منها كل اللي بيشتغل بالديكور يمكن انه بيهتم بالتفاصيل من كثر ما بتهتم بتفاصيله بيجي على بيته وماله. دائما انت كمان بدك بيتك يكون مثال صحيح، فالمشكله هو شوي متعب الموضوع وبياخذ وقت اكثر. لا وشغلك واضح غنى يعني نحن بنتابع شغلك، شغلك مميز، انت صبيه صغيره يعني ومع ذلك حققتي نجاح كثير كبير بمجال الديكور. نحن سعيدين دائما بوجودك معنا، بتمنى لك التوفيق ودائما لنا محطات قادمه اكيد ان شاء الله. ان شاء الله لا اكيد ان شاء الله اكيد. اهلا وسهلا، شكرا كثير لك وموفقه بكل شيء عم تعمليه. شكرا برحلتنا الصباحية وصلنا لتاني محطة من محطاتنا لليوم رح نحكي فيها عن الخطوات الأولى بسوق العمل أو ريادة الأعمال. كتير مننا
أو العديد من الشباب بيركزوا فقط على شو ممكن يقدر يوفر خبرات قبل ما يدخل لسوق العمل أثناء دراسته الأكاديمية، والبعض الآخر بيحاول يفكر كيف بده يخطط لهذا العمل، ولكن بينسوا جزء مهم جداً وهو الدور الاجتماعي، دور العلاقات الاجتماعية، التعاون أيضاً في التخطيط للمشروع الأول بالعمل. أكيد سلمى، هو يطلق عليه رأي المال الاجتماعي، يعني من خلال تعزيز العلاقات بسوق العمل إلى جانب مهارات الشخص وقدراته. قديش مهم يمكن هي العلاقات لتسويق، فينا نقول لأي حدا حابب يدخل سوق العمل، لمهاراته شغله، تتعرف الناس عليه أكثر. ويمكن بعصرنا هلأ السوشيال ميديا كمان بتلعب دور بالتسويق، إلى إضافة العلاقات اللي هي كمان بتلعب دور لكل الناس تعرف شغلك، قديش بتعزز إمكانيات الشباب اليوم عبر السوق. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر الدكتور منير عباس، رئيس مؤسسة إدارة الموارد البشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور منير وأهلا وسهلا فيك. بداية خلينا نتعرف أكثر عن مفهوم رأس المال الاجتماعي، شو المقصود فيه أو كيف ممكن الشباب يبلشوا يشتغلوا على هذا المفهوم؟ تمام، نبدأ بتعريف الكائن البشري هو كائن اجتماعي. صحيح. إذن لا يستطيع العيش بنفسه لحاله، فهو بحاجة لمجتمع حوله. الآن بالإضافة لرأس المال المادي اللي هو بيكون داعم لأي مشروع، هناك رأس المال الاجتماعي وهو قيمة العلاقات الاجتماعية التي تحيط بنا. فهذا الشيء عم يغفلوه كثير من الأشخاص. هو الأهم. هو الأهم فعلا، يعني هو اللي بيجيب لك مصاري. أحيانا معك المصاري بس ما عندك علاقات فما بينجح البزنس تبعك. صحيح. ولكن بالعكس صحيح، عندك شبكة علاقات، ناس توصلك لقرض، ناس توصلك للسوق، أشخاص ممكن تعرفك على زبائن محتملين، فهي بتفيدك أكثر أحيانا من الرأس المال المادي. هذا الموضوع من 1890 و1898 كثير مفكرين كتبوا فيه، ولكن كتبوا فيه وقتها بدعم المجتمعات المحلية في الريف. فلقوا أنه بالأرياف الأشخاص بحاجة لبعض البعض حتى تنمي مجتمعاتها. تطور هذا المفهوم ودخل المدارس بالخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، وصار يدرس أنه لكل شخص علاقات اجتماعية يستطيع بالتكافل الاجتماعي أنه يحقق مشروعه من لا شيء. فلذلك ارتبطت بريادة الأعمال هي بتفكيرات الأساسية وبنيتها الأولية. وتطور هذا المفهوم بال1970 و1980، وطلعت له مدارس ونظريات فكرية بتقول أنه رأس المال الاجتماعي هو أحد مكونات الأساسية لأي مشروع. أحياناً مثلاً في نقطة أنا بعتب عليها مثلاً على طلابنا اللي عم يدرسون، ليش ما بيستفيدوا من علاقات أهاليهم؟ دائماً بفكر الطالب كيف بده يستقل عن أهله، بده يسافر وبده يروح وبده يبني مستقبله، يعني أنت عم تبلش من الصفر، بينما هناك ركيزة أساسية كونوها أهالينا بعلاقات الاجتماعية لازم هيك لا تنستفيد منها. مثلاً نحن بننصح أي شخص يفوت على سوق العمل، أول ما تسأل اسأل معارفك عن فرصة عمل. أحياناً حتلاقي الفرصة اللي أنت بدك إياها من خلال معارفك، مو ضروري يكون معارفك إن الأقارب من الدرجة الأولى. صحيح. قد تكون أصحابهم، أصدقائهم، جيرانك. حتى هلأ عم بيتحاول يطوروا مثل ما قلت لك المجتمعات عن طريق تجمعات خلال بسموها مجالس محلية. صحيح. بالأحياء كلها. هذا المجلس المحلي هو قائم على تحسين الحي وشوارعه ومنتفعاته. كلياته يعتمد على رأس المال الاجتماعي. رأس المال الاجتماعي بيربطك أحيانا بأشخاص بيشاركوك الاهتمامات، بيربطك أحيانا بأشخاص بيشاركوك الجغرافيا اللي أنت جاي منها، أحيانا حسب الانتماءات الشخصية، أحيانا حسب الأعراق، أحيانا حسب خريجين نفس المعاهد. صحيح. والمدارس والجامعات. صحيح. فهذا رأس المال الاجتماعي لا يقل قيمة أبداً، بالعكس أنا بقول 10 أضعاف رأس المال المادي هو قيمة رأس المال الاجتماعي. صحيح. وأشرت لنقطة خلال حديثك دكتور مهمة جداً، يعني لما نحكي عن رأس المال الاجتماعي سابقاً كان موجود بس ما موجود بهي الطريقة الموسعة اليوم، العصر مختلف. يعني أشرت نقطة للريف كان موجود سابقاً، كان رأس المال الاجتماعي حتى من مبدأ المقايضة، لأنه كان المجتمع فينا نقول مش كتير كبير مثل هلأ. يعني كيف كانت العالم مثلاً من خلال علاقاتها تتبادل البضايع. صحيح. من خلال هذا موجود. يعني اليوم الموضوع فينا نقول لنحكي عنه أكبر أوسع، لأنه نحن بعصر مختلف، نحن على بواب 2023، التكنولوجيا السوشيال ميديا بتلعب دور، وعم نشوف فعلياً أي مشروع بدك يعني ينجح إذا ما عندك علاقات ما ببلش. مثل ما قلت بداية حديثك لو كان في رأس مال، الرأس المال الاجتماعي هو جزء كتير مهم ببناء أي مشروع، خصوصا عند الشباب. يعني بنشوف كتير خريجين شباب هذا لمع ونجح، هذا لا، لأنه هذا مبلش صح من خلال علاقات ورأس مال اجتماعي. خلينا نعطي بعض النصائح، يعني
لما نقول بداية الرأس المال الاجتماعي كيف فيني بلش صح؟ يعني في ناس حابة بس هي ما عندها القدرات أو المهارات، يعني كيف فيني أنا بلش شوي شوي؟ لأنه الشباب السوري اليوم عندهم إمكانيات هائلة، بس يمكن رأس المال الاجتماعي ما أنا موجود أو موجود ما عم أقدر استثمره بالطريقة الصحيحة. تمام. هلأ أنا بنصح دائما الأشخاص من مقاعد الدراسة يقووا علاقاتهم مع زملائهم. شبكة علاقاتك تبدأ من مقاعد الدراسة، ولكن ليس فقط بالدروس التعليمية التقليدية. هناك نشاطات بتقوم فيها المدارس والجامعات والمعاهد. بعض الطلاب ما بيحضر هاي النشاطات، بيعتبرها تضيع للوقت ورايح على البيت يدرس. الجامعة مثلا أنا بقول لهم مرحلة الجامعة هي مرحلة متقدمة عن التعليم، يعني هي ليست تلقيم وتقديم فحوص نهائية، هي عبارة عن بداية بناء شبكات علاقات اجتماعية بالجامعة. يعني تخيلي أي إنسان فينا مع تقدم العمر بتصير شبكة علاقاته الاجتماعية هي كلاتها أصدقاء وكانوا بالمدارس ومقاعد الجامعات. فبتلاقي لحالك أنت كونتي ركيزة كبيرة من المعارف عن طريق هي المقاعد اللي هي اللي إحنا ما كنا بس ندرس ونروح، كنا نقعد بالجامعة نحكي مع الأشخاص اللي هن معارفنا، نحكي مع الدكاترة، كل دكتور أو كل مدرس هو عالم مختلف من المعارف، كنا نبني دائما معهم علاقات. حتى تصوري انت ما في جامعه برا بتقبلك بدون ثلاث رسائل توصيه. رسائل التوصيه شو هي؟ هي عباره عن اثبت لنا انه عندك راس مال اجتماعي اكاديمي ومجتمعي وايضا في العمل. يعني هنا لحالهم بيقول لك اساس قبولنا لك ان هناك لديك معارف تشهد فيك وبعملك حتى نحن نقدر ناخذك. فهي تصوري انه هي الشغله صارت من خليني اقول لك متطلبات القبول باي جامعه. هلا نحن في ميزه لجيلنا هذا الجديد هلا جاي وعم يطلع، راس المال الاجتماعي صار كثير سهل تكوينه عن طريق العالم الافتراضي. فاتوا كل العالم على الفيرتشوال رياليتي مثل ما تفضلتي حضرتك، السوشيال ميديا واطيافها الواسعه. حتى هناك شركات تقدم لك ميزه انه تكون لك شبكه صحيح. علاقات اجتماعيه مقابل مادي، تكتب لك محتوى يجذب الناس اللي انت حابه تقدمي صحيح. خدمتك او تقدمي البرودكت تبعك لالهم. يعني صارت شركات متخصصه تاخذ البي ار تبعك، نحن صارت تدخل تحت مسمى علاقات عامه راس المال الاجتماعي، بتقول لك انا اختصاصي، انت دكتور شاطر، انت مثلا صيدلانيه عم تقدمي خدمه معينه، انت مهندس عم تقدم، انا حكون لك شبكه من العلاقات هي عباره عن المستفيدين تبعوتك. تصوري هالنقص هذا اتاح فرصه لناس تفوت على بزنس هو عباره عن تكوين راس مال اجتماعي لاصحاب الاعمال. فانت ليش لحتى ادفع هاي المصاري لهدول الاشخاص؟ بالعكس بكونهم بنفسي، وأنا بنفسي بتطور الإنسان عن طريق رأس المال الاجتماعي. قد تستطيعين تغيير أفكارك نحو الأحسن، قد تستطيعين أن تقومي بعمل مجتمعي من خلال تبادل الأفكار ونقص بعض العناصر في المجتمعات. يعني أنت حتى السياسيين يكونون رؤوس مال اجتماعية لانتخاباتهم، لتأييد آرائهم، لطرح برامجهم. ومين هو اللي بيجيد رأس المال الاجتماعي؟ هي الشغلة لازم نشير لها، هن العنصر النسائي الحقيقة، وتميزوا فيه كتير بالعمل المجتمعي بالمجتمعات الغربية. فهذا بتلاقي هذا القطاع تجيد العمل به من خلال شيء هي ما عم تتكلف به بأدائه، هو من طبيعته هي العلاقات الاجتماعية. فبتلاقي لو يعني ربا ضارة النافعة، في ناس كتير تتضايق من هي يعني ليست ضارة، ولكن بتلاقيهم بنائين أكثر بالمسؤوليات المجتمعية العنصر النسائي. وهذا الشيء ملحوظ بيتحدثوا كثير ودودين كثير وبطريقه تخدم مجتمعاته، لانه طالعين من حاجه اسره هن عم بيربوها ونقلوها للمجتمع، وتكافلت الحاجات مع بعضها البعض لتكوين متطلبات مجتمع، فاصبحت تطلق عليها اسم راس مال اجتماعي. طيب خلينا نحكي شوي عن بعض القواعد اللي لازم كمان تتبع. اليوم في كثير اشخاص بيكونوا بالفطره عندهم هي القدره، او فينا نسميها ذكاء عاطفي، يكون عندهم قدرة التعامل مع الجميع، عندهم هاي البي آر موجودة فيهم طبيعيا مثل صحيح. ما بيقولوا، لكن ما بيعرف يستثمر هاي العلاقات الاجتماعية لخدمة أهدافه. يعني رأس المال الاجتماعي بيكون عنده وفير بس هو ما عم يستفيد منه. شو هي الخطوات اللي لازم نوعيهم أكثر للشباب لحتى يستفيدوا من هالشيء؟ تمام. أول خطوة إذا هو على مقاعد دراسة يعمل دورات تدريبية، ليس فقط لأخذ مهارات بالدورات التدريبية بل للتعرف على مجتمع المتدربين الموجود فيه. كل كورس تدريبي، يعني كل كورس تدريبي أنا بروح بحضره عم يجمع ناس مهتمين بالموضوع أنا ما بعرفهم، فهدول كلياتهم شبكة علاقات بما يخص هذا الموضوع. هذا على مستوى الطلاب، أيضا أنه يشاركوا بنشاطات الجامعية، يشاركوا بمجتمعات المحلية. العمل التطوعي هو بداية تكوين رأس المال الاجتماعي ومجانا.
أي عمل تطوعي أنت موجودة فيه أنت عم تشاركي أشخاص مجتمعياً باهتمامات بتنمي المجتمع، وبنفس الوقت عم تجمعك فيهم علاقة ورابطة أقوى بكتير من العلاقة المادية. فإذا التطوع هو أحد أبواب رأس المال الاجتماعي المجانية والمتاحة للجميع. صحيح. أيضاً من هدول القصص أنا بحكي لهم شاركوا بأكبر عدد من النشاطات، معارض عم تحضرها لا تروح متفرج، روح وقدم نفسك لكل شخص موجود حتى لو ما عم تشاركوا الاهتمامات للتعريف بنفسك، على الأقل قد يكون لديه شغلة أو نصيحة ممكن تفيدك بتكوين رأس المال الاجتماعي. إذا نحن قادرين، غير هيك خلينا نستخدم السوشيال ميديا لصالحنا. صحيح. بلا ما نحن نقعد نكتب بوستات هي شخصية خاصة فينا، نكتب بعض الاهتمامات اللي بتشاركنا ونفوت على جروبات بتشاركنا وبتشاطرنا بعض الاهتمامات. فالسوشيال ميديا هلأ حاليا عم بتتيح، خلينا نقول في واحد من الأشخاص كتب إنه نحن يزيد معارفنا يوميا بالسوشيال ميديا 168 مرة يوميا عن الحياة العادية. يعني تخيلي أنت بوجودك ساعة تعادل 168 ساعة من الوجود الشخصي بمجتمع حقيقي. فأنت تصوري السرعة التسارع هذا الكبير، يعني بوست معين ممكن تحطيه بمحتوى راقي وجيد يشاطر اهتمامات مع الأشخاص الآخرين بيجمع لك أكثر ب 168 ضعف من اللي ممكن تروحي وتقابلي شخص بالواقع وتحكي له عن هالشيء. فليش نحن ما نستخدمها؟ هي مسرعات أعمال رقمية بواقع افتراضي بدي استخدمها لنفسي. أشخاص كتير مؤثرين بسموهم إنفلونسرز، هدول إنفلونسرز حتى تصوري صاروا يستخدموهم بعالم الماركتينج. يعني صرنا نستخدم صفحات بعض الأشخاص اللي عليها كتير فولورز أو عليها متابعين، نحط بعض الدعايات الإعلامية أو الدعايات. صحيح. اللي هي ممكن تكون. إذا رأس المال الاجتماعي إن لم تستخدمه لشخصك قد تستطيع استثماره لخدمة الآخرين. صحيح. فهو مجال للبزنس يعني الحقيقة. صحيح. أكيد بدنا نتشكرك بالختام الدكتور منير عباس رئيس مؤسس إدارة الموارد البشرية في سوريا لكل النصائح اللي حكينا عنها، ويمكن حكينا عن نقاط كتير مهمة، يا رب يكونوا كل الشباب استفادوا منها. شكرا كتير لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتور منير، وبنتمنى التوفيق اكيد لكل الشباب وللجمعيه الداعمه دائما لشباب ومشاريعهم وخطواتهم. شكرا لك. شكرا. اما هلا بننتقل سلمى لمحطتنا التاليه اللي نحكي فيها عن انجازات منتخبنا في سوريا بعالم الشطرنج. دائما نستضيف شباب سوري واعد حقق العديد من الميداليات، اليوم معنا هيك شاب صغير عمره 10 سنين حقق ميداليتين، واحدة ذهبية واحدة برونزية، وفريق سوريا للشطرنج حقق فينا نقول العدد من الميداليات الذهبيات من عمر كانت المشاركة 6 سنوات لل 20 عام. أكيد نور، ونال الذهبيات 2 مازن فندي بفئة 10 سنوات وكرم كريم الأطرش بفئة 8 سنوات قبل جولتين على نهاية البطولة. لا نحكي أكثر طبعا عن هذا الإنجاز اللي حققه ضيفنا، خلينا نقول الطفل المبدع والمتفوق اليوم معنا مازن فندي، وأيضا بيشاركنا اللقاء الكوتش والمدرب الدولي للشطرنج علي حسن. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. الله يعطيكم العافية ويسعد صباحكم. مبروك. شكرا لكم على الإضاءة على أبطالنا مازن وكريم وجميع أبطال سوريا إن شاء الله. الحمد لله. أهلا وسهلا فيكم وألف مبروك. نوجه تحية لكل الشباب والصبايا يعني اللي حققوا فعليا ميداليات. اليوم معنا البطل مازن حقق ميداليتين، واحدة ذهبية واحدة برونزية. بنقول لك أهلا وسهلا فيك مازن، خلينا نحكي عن مشاركتك الأخيرة. أول شيء كيف حبيت الشطرنج؟ يعني قلت لي تحت الهواء صار لك تلعب سنتين، شو اللي هيك حببك بالشطرنج؟ عندكم حدا بالعائلة بيلعب شطرنج ولا أنت بتحبها؟ ما بتحبها ولا بتحبها؟ بلي بحبها. قديش بتحبها؟ كيف بلشت؟ كيف بلشت فيها؟ طب خلينا نحكي صعب. خلينا اول شيء نحكي عن المسابقه. خلينا نحكي عن المسابقه. المدرب علي، شباب صغار يعني لما نقول من 6 سنين ل 20 سنه، اليوم مازن عمره 10 سنين، ونقول شطرنج بالذات يعني صفاء ذهني وتفكير ولعب، كيف بتبلشوا مع الاطفال بهذا العمر وكيف بيتم فعليا اليه التمرين معهم؟ الاول شيء بطوله العرب من 6 حتى 20 سنه اقيمت بدمشق بفندق معرض بفندق سيدنايا شيراتون سيدنايا. كان في مجهود جبار من الاتحاد الرياضي العام والاتحاد العربي السوري للشطرنج لاقامه هي البطوله وهذا المهرجان العربي اللي شارك فيه 6 دول عربيه. 144 لاعب من هالست الدول. هذه الست دول شاركوا طبعا بافضل لاعبين النخبه اللي عنده. الحمد لله سوريا بالمجموع العام حققت المركز الاول بعشر ذهبيات وعدد كبير من الفضيات والبرونزيات.
الحمد لله انا كمدرب كان عندي مجموعه لاعبين شاركوا بالبطوله. مازن فندي حقق ذهبيه 10 سنوات، كريم الاطرش ذهبيه 8 سنوات، حمزه مسعود ذهبيه فئه 14 سنه، جيسيكا ديب فضيه فئه 12 سنه، وعلا بلال برونزيه فئه 18 سنه، وماسك بيلي برونزيه فئه 14 سنه، وهادي حمامي مع كان مع مازن بنفس الفئه 10 سنوات حقق برونزيه. وبالاضافه كمان لبطوله البليدز اللي حقق فيها مازن ميداليه برونزيه، كانت هي البطوله مو لفئه واحده، اللي هي بطوله ذهبيه كانت لفئه 10 سنوات، اما البرونزيه كانوا عم يلعبوا كل الفئات مع بعض من 6 حتى 20. يعني مازن كان اخر طاوله اخر جوله عم يلعب على الطاوله الثانيه مع لاعب عمره 20 سنه. حلو. حقق المركز الثالث هو وحمزه مسعود، مركز ثالث مكرر، اخذوا برونزيتين بالاضافه لفضيه علا بلال على فئه من 6 ل 20 بنات. برافو. طيب مازن، خلينا نحكي اول شيء بدايه عن هي المسابقه الاخيره اللي اخذت فيها الجوائز، خبرنا عنها انت، احكي لنا اكثر. احكي لنا البطوله قويه ضعيفه، احكي لنا عن التحضيرات باللعب. يعني هلا يمكن بدي اطلب من المخرج يعرض لنا الصور مشان مازن يشوف حاله، ناخذهم للصور كاملين بس مشان يرتاح مازن نقدر نحكي معه اكثر، يحكي لنا شوي عن الصور. بلشت الصور طلع عليها على الشاشه مازن، ليك الشاشه وراك، فاحكي لنا عن هدول الصور اللي كانوا اللي عم يطلعوا هون. وين هون؟ بالمكان بعد التتويج. بعد التتويج هدول كلهم الصور وقت احتفلوا فيكم بعد التتويج. ايه. طيب كم واحد كانوا من رفقاتك؟ كم حدا كنت انت وياه؟ كم واحد؟ ايه ما بعرف كم. كل الفريق كل الفريق. كم ساعه بتتدرب؟ سبع ساعات. بتتدرب على الشطرنج كل يوم؟ ايه كل يوم بتتدرب سبع ساعات. ايه. طيب وقت بلشتوا بالمسابقات في اعداد كبيره يعني من الناس كانت موجوده، مثل ما عم بيقول المدرب في اعمار مختلفه، متذكر هيك شوي هي التفاصيل وقت قعدت على الطاوله مثلا ما حدا اكبر منك هدول؟ احكي لنا هيك شغلات. كان في صعوبه؟ يعني لقيت في صعوبه بالمشاركه ولا لا؟ ايه تفضل. مازن هو عمره 9 سنين، سنه شارك ب بطولة عرب 14 سنة بالشهر الثالث، كمان حقق مركز خامس على ضعف عمره فئة 14، كان عمره 8 وقتها. وبالإضافة لأنه طلع بأول مكرر بنهائي الجمهورية للرجال، يعني هو بسوريا من نخبة الرجال، لاعبين الرجال، يعني اللي عمره 50 و60 سنة، مازن بنفس المستوى تقريبا معه، وشارك كمان بأولمبيات العالم للرجال. وصل له بس سنتين بالشطرنج. شارك بأولمبيات العالم للرجال. كثير كبير. صحيح. يعني كان من شهرين بالهند عم يشارك. تضحك ها؟ خذوا لنا هالضحكة الحلوة وأخيرا تضحك هيك. لا مازن شارك بأولمبيات العالم، كمان حقق نتيجة ممتازة بالأولمبيات، وكان يعني محط أنظار الوطن العربي والعالم. شو اللي بيميز لما نحكي عم نحكي عن مازن؟ يعني ما صار له سنتين بيتدرب بعالم الشطرنج، وبنعرف يعني لعبة الشطرنج هي لعبة ما أنا سهلة، بدها تركيز وبدها تخطيط وتفكير، وانت مدربه لمازن وقلت هو يعني من النخبة، يعني هو يعادل فكريا بهي اللعبة، عم نحكي عن شباب بعمر كبير، شو اللي بيميزه؟ يعني شو اللي بيكون عنده هو شغفه بهي اللعبة هو الأساسي، وعم نحكي عن ساعات تمرين طويلة يعني. هلا هو نحن كمدرب بيكون في أحيانا هاي مهام مدولة للاعبين الموهوبين، في الحمد لله عندنا بسهوله كثير من اللاعبين الموهوبين، اما مازن هو لاعب استثنائي بكل ما تعني الكلمه من معنى. طلعته وفوتته كلها كانت استثنائيه، يعني حتى مازن ضل سنه كامله عنده رقم ولا خساره. يعني بطوله العرب تحت ال 14 سنه ولا خساره، بطوله نهائي الجمهوريه للرجال ولا خساره، بطوله الجمهوريه للفئات العمريه ولا خساره. كل هدول عملتها؟ يتعادل بس ما يخسر مازن. مع مين تلعب بالبيت شطرنج؟ مع خيي. انت وياه بتلعبوا كم ساعه؟ كم ساعة؟ ولا دائما بتغلبه خلص بيبطل يلعب معك؟ لا اكيد. هو اشطر منك بالشطرنج؟ ايه هو اللي علمك. لا مازن اشطر من اخوه، بس هو بحبه لاخوه كثير. بدنا طبعا تحية لاهل مازن كلهم، يمكن في جزء منهم معنا بالاستديو بالكواليس، بدنا نقول تحية لكل الاهل طبعا اللي بيدعموا اطفالهم بكل المجالات. وهذا الكاس، يعني شو كان شعورك لما اخذت هي الجائزة؟ بالفرح طبعا. اكيد بدك تفرح، بس يعني قديش تعبت لحتى اخذته؟ كم مباراه لعبتها لحتى اخذت؟ تسع مباريات. ايه. يعني انجاز ما له قليل ابدا، العلامه الكامله 9 وفزتم كلياتهم. ايه حلو.
طيب خلينا كيف بتم آلية تدريب مازن؟ هلا أول شيء أنا بدي نوه على شغلي، بدي أشكر أكيد الدكتور فيصل فندي يلي عم يعمل المستحيل كرمال مازن يتدرب. طبعا مازن من محافظة وأنا من محافظة، مازن بمحافظة حماة منطقة مدينة سلحب وأنا من اللاذقية. أبولا مازن بيجيب لي إياه من سلحب على اللاذقية كل أسبوع أو أسبوعين مرة، وبالإضافة إني بدربه أونلاين درسين أو ثلاثة بالأسبوع. طبعا بالإضافة للمتابعة متابعة التدريب، متابعة التدريب اللي بتدربه هو، شوف كله أنا يتدرب بالبيت، وهو مجتهد كتير يعني بيرجع من المدرسة يقرأ دروسه فورا على الشطرنج لحتى ينام. يعني مدرب شاطر ومتعاون، والأب أيضا متعاون جدا وراعي، والأخ متعاون، ومازن واللاعب استثنائي. اللاعب استثنائي أكيد تحية لكل عيلتك أساسا لدعمتك. خلينا نحكي كمان قديش مهم هي آلية التدريب والتعليم، يعني لما نقول مازن هو شخص استثنائي فعليا يجب الحفاظ على هي القيمة، ومثل ما قلت دعمها ومشاركتها بشكل أوسع، يعني فقط مو بسوريا، بخارج سوريا. آلية التدريب يعني نحن عم نقول من حماة للاذقية في مشقة وفي تعب، وأكيد تحية لكل أهله اللي عم يتعذبوا، يمكن معه عم يبذلوا مجهود كتير كبير وهو حابب هذا التعب، يعني مبسوط وعم يشتغل معكم. هلا هو يعني في دعم الاتحاد الرياضي العام مشكورين، والاتحاد العربي السوري للشطرنج دعم معنوي كبير. اما بالموضوع التدريب الدكتور فيصل يعني ما عم يقصر، بس فتره تحضير بطوله العرب الخمس شهور كان في معنا الاستاذ سليمان حسن عضو الاتحاد راعي المواهب، والدكتور طلال ديركي يلي هن رعوا الخمس شهور الماضيات ليوصل مازن ليتوج ببطوله العرب بالفئات العمريه. وهلا ان شاء الله ممكن يكون في مشاركات خارجيه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بعد ما انا انضميت هلا عندي تجربه بخارج البلد، بدي انضم للاكاديميه الكويتيه للشطرنج مع الاستاذ زيد الحجابي اذا الله راد، راح ينضم ان شاء الله مازن، راح يكون بالاكاديميه وراح يكون ان شاء الله في مشاركات خارجيه له ولعدد من الابطال. ان شاء الله بنستضيفكم قريبا بميداليه خارج الوطن. مازن ارفع لنا هالميداليه هيك شوي، ارفع بايدك مشان تبين على الكاميرا، امسكهم هيك تمام مشان يبينوا على كاميرتك. اليوم شو بتحب هيك تقول لكل يمكن رفقاتك اللي بعمرك او الاصغر منك اللي بلشوا يفوتوا على لعبه الشطرنج، شو بتعطيهم هيك نصيحه مشان يعرفوا يتدربوا ويعرفوا يجيبوا ميداليات مثلك؟ شو بتقول لهم؟ انهم يهتموا بلعبه الشطرنج. صعبه هي اللعبه صح؟ ايه. انت كنت تتفرج على حدا مثلا بيلعب شطرنج قبل تشوف كيف بيلعب؟ ايه. قدرت تلقط هيك حركات ولا بس بلشت تتدرب اختلف الموضوع كليا؟ لا بس بلشت تتدرب اختلف الموضوع. اختلف الموضوع مزبوط؟ ايه. حلوه هي اللعبه، صعبه، بدها ذكاء مزبوط ولا لا؟ هلا انا بعرف في حركه بيعملوها كش ملك، خلص راح هيك كش ملك. هي الحركه قديش بدها وقت يعني لحتى الواحد يوصل لها على لعبه الشطرنج؟ ممكن ما يوصل لها كمان. ممكن ما يوصل لها. إذا عم يلعب معك ما رح يوصل لها. طيب خلينا نحكي، بتأثر التدريب الشطرنج على دراستك؟ يعني كان عم يقلنا المدرب إنه أنت بتخلص دراسة وبعدين بتروح بتتمرن على الشطرنج. قدران هيك تدرس وتلعب شطرنج وتنظم وقتك؟ إيه. طبعاً لعبة الشطرنج هي اللعبة الوحيدة الرديفة للدراسة بشكل كبير. صحيح، لأنه هندسياً يعني وتحليلياً ورياضياً. يعني حتى موضوع القاعدة على الدراسة، أحياناً الولد ما بيقعد ساعة بالكثير، إحنا مازن بيقعد على دور الشطرنج خمس ساعات، فهذا الشيء بيعطيه نفس طويل كمان بدراسته بتركيزه بكل شيء بهذا الموضوع. أكيد نحن سعيدين بوجودك المدرب علي حسن والطفل البطل مازن، أكيد نوجه تحية لكل أهلك ومثل ما قلت لكل الداعمين والراعين بالاتحاد الرياضي، وإن شاء الله يا رب نستضيفكم قريبا مثل ما قلت تكون فيكم مشاركة بالكويت وخارج القطر للاستثمار فعليا هي المواهب الواعدة. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لكم على إضاءة الأبطال، ويعطيكم ألف عافية. شكرا لك كوتش، ويعطيكم ألف عافية، وشكرا لك مازن، وألف مبروك مرة ثانية. الله يبارك هيك مثل ما انت، صح عمرك صغير بس مفعولك كبير على الكل، وتضلك عم تفوز بكل الجوائز. شكرا لك. شكرا لكم. اما هلا سلمى بننتقل لمادتنا التاليه، فقد نظمت كليه الاداب والعلوم الانسانيه بالتعاون مع فرق اتحاد كتاب العرب اسبوع ثقافي على مدرج كليه الحقوق بالحسكه. خلونا نتابع التفاصيل مع مراسلنا بالحسكه احمد الحمدوش. تحت عنوان لغتنا العربية واستنهاض الأمة، نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالتعاون مع فرع اتحاد الكتاب العرب أسبوعا ثقافيا على مدرج كلية الحقوق بالحسكة.
حقيقة هذا الملتقى الثقافي الحواري هو ملتقى غني بالفكر وبالثقافة وما يقدمه زملائنا في هذا المؤتمر من قضايا تخص اللغة العربية وتشوهاتها وما يهم الأمة من هذه اللغة العربية. هذا المهرجان في جانبه الآخر يحتفي باللغة العربية، واللغة العربية هي الوعاء الفكري والحضاري والتاريخي للأمة، بمعنى إنها المجسد لهوية هذه الأمة. اللغة العربية هي الحامل الرئيس للثقافة، ولا يوجد ثقافة بدون لغة، والله سبحانه وتعالى خص اللغة العربية بتنزيل محكمه بهذا اللسان العربي على لسان الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام. ساهمت بقصيدتين تتضمنان أحوال القطر العربي السوري والمحافظة المحاصرة من قبل الميليشيات الإرهابية. عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور قحطان فلاح أشار إلى أن الأسبوع تظاهرة ثقافية وعلمية تهدف إلى تسليط الضوء على ما تواجه لغتنا العربية من تحديات وصعوبات وسبل التصدي لها، مؤكدا على أن نهضة الشعوب من نهضة لغتها. والهدف من هذا الأسبوع الثقافي أو من هذه التظاهرة الثقافية التنويه على التحديات والصعوبات التي تواجه لغتنا العربية وسبل مواجهتها، وتعلمون أن نهضة الشعوب تكون بنهضة لغتها. الأسبوع الثقافي يتضمن تقديم عدد من المحاضرات والندوات المتخصصة في اللغة العربية يشارك فيها عدد من الباحثين، إضافة إلى لقاءات شعرية ومعرض للكتاب. أحمد الحمدوش لإخبارية السورية، الحسكة. أما هلا نور، وصلنا لمحطتنا المختلفة والمتميزة، ودائما عندنا عدد كبير من السيدات السوريات الناشطات بمجال الجمعيات المختلفة والمتنوعة والفرق اللي بتشتغل على إعادة إحياء التراث السوري والحفاظ على طبعا هويتنا من مختلف المجالات طبعا التراثية. اليوم رح نحكي عن حكاية، وهو عنوان المعرض الجماعي لإعادة تدوير الأقمشة التراثية، واللي بيروي حكايات عدد من السيدات السوريات ممكن امتلكوا المهارة في إعادة إحياء التراث عبر الأقمشة والخيوط اللي إلى مكانة خاصة بذاكرتهم وبذاكرة بيوتهم اللي طبعا عم بيعيدوا استخدامها. لنحكي أكثر عن التفاصيل بسرنا يكون معنا اليوم رزان كيلاني، عضو بمجموعة إبرة وخيط لتدوير الأقمشة التراثية، ورجاء إدريس مهتمة بإعادة تدوير الأقمشة. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. اليوم بعد العديد من المعارض والمشاركة فيها، خلينا نحكي عن حكاية. لما نقول حكاية يعني بيحمل العنوان كتير بالمعنى الأساسي. لما نقول يمكن حكاية القماشة التراثية أو إعادة تدوير هي القطعة إلى حكاية يمكن بقلبنا وإلى ذكريات معنا. خلينا نحكي عن هيدا المعرض، شو اللي بيميزه، وعن عنوانه شو الرسالة اللي حابين تقدموها من خلاله. هلا بس بدي احكي عن مجموعتنا، مجموعه ابره وخيط. احنا طبعا مثل ما حكيت نوعنا باعاده تدوير الاقمشه التراثي، صلي مع المجموعه من وقت تاسيسها من 2015، واستضفنا كثير منهم. يعني أيوة، حكينا كل سنه كتير. كل سنه عندنا معرض سنوي بنحاول هالمعرض انه يحمل صفه معينه. صحيح. كل معرض بنحاول نتطور فيه، عملنا تراثنا بايدينا، دخلنا اقمشه تراثيه، السنه الماضيه عملنا حروفيه، دخلنا الحرف العربي. السنة معرضنا يحمل اسم حكاية، حبينا أنه نطور شغلنا، حبينا نعمل لوحة قماشية. طبعاً اللوحة القماشية كتير بدها شغل، بدها تقنيات، بدها في تفاصيل كتير صغيرة بيدخل فيها تطريز، بيدخل فيها ممكن كروشيه. فكل لوحة هي عبارة عن حكاية عن سيدة. معرضنا السنة في تنوع كبير، كان عندنا تنوع بالألوان الأعمال، بالأشكال اللي بتدخلها السيدة. هلأ صار في تنوع بالقصص، يعني كل لوحة هي حكاية سيدة سورية. صحيح. حكاية حزينة، حكاية فرحة، يعني بتشوفوا المعرض كتير في تنوع بالأعمال. أستاذة رجاء، خلينا نبلش مع حضرتك ونحكي أكثر عن مشاركتك الأخيرة. نعرف أن حضرتك من السيدات الفاعلات ضمن إبرة وخيط، ومثل ما قالت كمان الأستاذة رزان، كل معرض كانوا عم بيحاولوا من خلاله يكون في له رسالة وهوية تضاف إلى الشيء الثابت اللي بنعرفه عن إبرة وخيط، اللي هو الحفاظ
على عادة إعادة التدوير وعلى الأقمشة التراثية. هي اللوحة القماشية أو اللوحات القماشية الموجودة معنا، نحكي عن مشاركتك بهذا المعرض وشو المختلف كان بهي المرة. هو احنا بلشنا مثل ما قالت السيدة رزان، انه بلشنا احنا بقطع صغيرة وكنا نعمل مربعات واغطية طاولة، وانا حبيت انه اطلع من هالمود هذا واني اعمل لوحات لوحات للحيط قماشية، مع انه يعني حتى انا بشوف الرسمة وبطبقها قماش حلو، يعني القماش اصعب من الرسم لسه، بدك تقصي قطع صغيرة وتحطي وتخيطي. حبيت انه اطلع انا من الشراشف الطاولة للمخدات لحط لوحات. كمان كله اعادة تدوير، كله اعادة تدوير، كله بس انت ما قلتي يمكن لما نقول ننتقل لللوحة، اللوحة صعبة بالقماش بده تفاصيل قد ايه، بده مجهود وتعب. يعني لما نقول تطريز مثلا بيكون الموضوع مختلف عن اللوحة، اللوحة بدك تحكي تفصيل يعني الوجه التم حسب القطعة شو موجود فيها، بدها مجهود يمكن مضاعف وبدها التركيز على التفاصيل أكثر، بكل يمكن تفصيل قماش أو قطعة قماش بدك تحطيها. طبعا هلا أنا وقت بقعد بدي أعمل اللوحة يعني بنسى حالي، خلص بصير بعالم تاني، إنه عقلي كله باللوحة، شو بدي حط قماشة، شو بدي حط لون، كيف وكل لوحة يعني أنا شو بحب بحط. مثلا أنا بحب البحر، من البحر عملت هاي انه بتدل على البحر والنورس يعني وقت بتطلع فيها برتاح كثير حلوين. ايه يعني في منهم كمان فينا نعمل براد صغيره للشباك من خلال لوحه او غطاء طاوله، قد ايه حلو مثلا حتى يمكن من خلال اللوحات عم تعبروا في داخلكم بنعبر. ايه ملك انا الساحل بحبه، انا شايفه القماش اللي موجود فيها انه هو جينز. يعني هلا اذا حد عنده مثلا قطعه جينز قديمه ما عاد تلبس بنقدر نعمل منها لوحه. يعني هي حتى قطعة هاد بنطلون وهاد قطعة جينز. مخمل ممكن كمان تكون قطعة قديمة موجودة أو شيء من البيت، هي مثلا بتوقع ما بعرف شو بلوزة مثلا، بلوزة بلوزة مخمل بتقصيتها حلو لنا. يعني نحن ممكن قطعتين ثلاثة صاروا قدام نقدر نعمل فيهم لوحة صارت بقلب البيت. أنا في شغلة إنه صرنا نحن عم نتطور كتير بإبرة وخيط، صح يعني نصير عنا أفكار تانية. شوف هلا هي بداية مزبوط، لا لوحة، هي لوحة بس فينا نستخدمها شيء على شباك صغير كمان بس بتمثل اللوحة. بس شوفي أنا شو أضفت لها هون، أكراليك الغيوم، هي أكراليك ألوان. أنا عم دس يعني حاسه انه انت مدخله عليها. ايوه صرنا انه ملوان شغلات ثانيه يعني من افكارنا غير الاقمشه، هذا اللي لاحظناه بعطيها رونق. ايه يعني نحن عم نستضيفكم بشكل دائم من خلال معارضكم ونشاطاتكم، وكل مره في شيء جديد. يعني قد ايه حلو التجديد بهي القصص الفنيه. يعني لما نقول قطعه قماش والحفاظ على الاقمشه التراثيه اللي احنا بنعرفها، ولما تعملي اعاده تدوير دائما في شيء جديد معكم. هذا متعب لما تخلقي شيء جديد بينافس الكل، لانه عم نشوف هي موضه اعاده التدوير اليوم. لا معكم دائما بكل معرض في حكايه مثل ما قلنا، حكايه جديده عم تحكوا لنا اياها. لا ما متعب، بالعكس ممتع. انا بحسه يعني انا عم اقول لك وقت بحط اللوحه بنسى حالي ولا بحس بتعب ولا بالعكس يعني بحس بسعادة انه عم زيد شيء من عندي، عم نتطور، عم يصير عنا اتقان اكثر للقطعه للقطب جوده، عرفتي يعني صرنا نعرضهم ونحن مبسوطين مبسوطين انه هيدا كثير عمل منيح ومتقن. يعني بنشوف حالنا نحن صرنا شغلنا كمان. هي القطعه اذا فينا نعرضها قطعه كثير مميزه، هي اللي بيعلقوا عليها الكرافات. هي مشكله السيدات بالبيت، وين بدها تروح الكرافتات؟ هي خلينا ما بيقعدوا بيستعملوا يعني هدول جرافيتات زوجي كلياتهم، هدول جرافات هدول اللي بطل يلبسون ما بطل اختيهم ما صدرت يعني خلص هلا لانه هن معلقين صاروا لوحه ما عاد يقدر يلبسون. عرفتي كتار كثير انا استغليتهم، انا زوجي الله يرحمه توفى يعني خليتهم انه هدول الذكرى ذكرى كل دائما عنا هو معنا بروحنا كثير حلوه كل شيء معلقته عندي بالحيط يعني صحيح ومميزه وبنفس الوقت يمكن هي عباره عن فستان اذا انتبهتوا انا صح انتبهت نبعت كام بدي لك عليها انه هي معموله على شكل فستان. فكره كثير حلوه، ممكن اي شخص عنده شيء من حدا عزيز بحبه حابب يحتفظ ذكرى يعني بيحوله للوحه او بلوحه لقطعه، احسن ما تتركيهم كلهم مكومين مكونين. عم تستفيدي منهم وعم تعملي لوحات حلوه ببيتك وبتضل ذكرى دائمه. صحيح. يعني بوشك كانه قاعد معكم الشخص اللي صحيح. عم تعملي من القطع تبعه لوحات. الله يرحمه طبعا. الله يسلمك.
طيب خلينا نحكي، كل لوحة قديش مش تاخذ منكم شغل؟ يعني بالمعرض الأخير كل صبية مشاركة معكم، قديش ممكن بتاخذ شغل وممكن تقول هي اللوحة حابة اشترك فيها، لا هي اللوحة، لا هي القطعة؟ يعني في قطعة بتحسي عزيزة عليك هيك بتحبيها أكثر من قطعة، أو هيك فيها تفاصيل وتعبانة فيها أكثر؟ هلأ نحن منبلش منستعد للمعرض سنة، يعني منضل هلأ بعد ما يخلص هلأ معرضنا منبلش بقى منفكر شو بدنا نعمل للسنة الجاية، منبلش منشتغل بها السنة. اللوحة أحيانا تاخذ أشهر يعني لحتى تشتغلي فيها، وكل لوحة هي لوحة عزيزة. يعني في سيدات بيعرضوا اللوحات بالمعرض بيقولوا لي ما بدنا نبيعها، يعني انه هي بس للعرض، انه هي للمشاركه، انه هي كثير غالي علينا يعني. فنحن بتاخذ اللوحه وقت منيح، يعني العمل اليدوي عمل حلو متعب. بس عمل متعب صحيح. بس نحن ما بنحس بهالتعب لانه كثير بنكون عم نستمتع فيه. طيب كمان استاذ رزان، يعني نحن اليوم عم نقول حكايا وبنعرف انه يعني انتم احيانا بتجتمعوا عدد منكم وقت تكونوا عم تشتغلوا على اللوحات، احيانا كل حدا ببيته فبتندمج هاي الحكاية مثل ما بنقول، حكاية لوحة مع حكاية شخصية. ويمكن هذا الشيء له نوع صار كمان من الدعم النفسي للسيدات اللي عم بيشاركوا من مختلف الأعمار ومختلف المحافظات مختلف المجالات. نحكي عن هذا الجانب اليوم. اليوم هذا نوع من التفريغ، هذا نوع من الإبداع، نوع أيضا من دمج، إعادة دمج السيدة إذا عندها أي نوع من أنواع المشاكل الاجتماعية بحياتها، أنتوا عم توفروا لإعادة دمج مع المجتمع. نحن عم نجتمع طبعا كل نهار سبت بمجمع دمر الثقافي. مثل ما حكيتي انه كل سيده بتشتغل قطعتها بالبيت يعني، وبنجي منورجي بعض، بصير في نوع من التشجيع تبادل. بس في عنا فكره كثير حلوه كل سنه بنعملها، انه نحن بنعمل لوحه جماعيه باسم المعرض تبعنا. فلوحتنا الجماعيه هالسنه حملت يعني اسم حكايتنا، كل سيدة عملت لوحة صغيرة 22 سنتي ب22 سنتي، جمعناهم مع بعض تقريبا 14 سيدة اشتركت وعملناهم لوحة كبيرة سميناها حكايتنا. طبعا هاي اللوحة كتير الشغل فيها ممتع لأنه مضطرين نشتغلها بالمجمع، يعني مو كل واحدة ببيتها، فكلنا بنجتمع فوق بعض وعم نخيط يلي قطعة من هون يلي قطعة من هون، وبعدين جمعت معنا قصص كتير حلوة يعني لسيدات سوريات. كل سيدة حاملة قصة وحكاية، سميناها هاي اللوحة الجماعية حكايتنا. شوفوها بالمعرض كتير حلوة، فيها تنوع يعني. ومثل ما حكيتي انه يعني نوع من التفريغ، السيدة عم تجي اول شيء عم تعمل شيء مفيد، شغلة تانية انه مو بس عم تعمل شيء مفيد، عم تفرغ طاقات، عم نشوف بعض، عم نتشجع ببعض، عم نتعلم من بعض. يعني في سيدات شاطرين بحرفة مثلا تطريز، بشغل صناعة، بنعلم بعض، فعم بيكون اجتماعنا مثمر. وكمان عم بيأملنا يعني في سيدات عم تبيع يعني مردود صحيح مادي، لأنه كثير من الصبايا والسيدات اليوم ضمن الظروف عم يحاولوا يكونوا معينين لأهلهم. فخلينا نوجه كلمة لكل الصبايا والسيدات اللي فعليا حابة تنضم لكم أو حابة تشتغل بهذا المشروع، شو النصائح اللي بتوجهوها لإلها؟ كيف ممكن تحطوه على بداية الطريق؟ لأنه بنعرف في صعوبة يعني متعب، مو من أول مرة ممكن تزبط الشغلة، قديش بيكون عندك دافع وشغف، وبنفس الوقت فينا نقول إنه ممكن هي تعمل مشروع الخاص ليكون في عنده مردود مادي، يعني في تستغل يعني الطريقتين. هلا نحن للأسف بتفكر السيدة إنه أنا مثلا ما مالي مرأة، مالي فنانة بالحياكة وكذا، مع إنه جداتنا والسيدات يعني امهاتنا كلهم كانوا يشتغلوا اعمال يدويه، يعني كل سيده كان لها قطعه بالبيت، كنفة او مثلا صحيح. يعني كان الكل يشتغل. فلا انا بشجع، كانت كلها شغل قديم، فانا بشجع يعني ما في حدا ما بيقدر يشتغل شغلنا. بعدين نحن بنعتمد ببدايه التدريب على قطبه كثير بسيطه، يعني اي سيده ممكن تساويها. بنعتمد على مبدا تجميع مربعات، تجميع مثلثات، يعني تدريب قديش بتدربوا الصبايا تقريبا؟ قديش بتقعد فترة التدريب إذا بتكون بتدربوا الصبايا؟ هلا هي وشطارة السيدة يعني ممكن خلال شهرين ثلاثة تطلع قطع مثلا حلوين، يعني هي وشطارتها. بعدين نحن تدريبنا مجاني صحيح. السيدة بس مطلوب منها تجيب إبرة وخيط وتعمل شغلات، يعني ممكن تكون لبيتها، ممكن تكون مشروع التجاري يعني اللي ممكن تبيع منه، يعني فشي حلو ومثمر. بعدين العمل اليدوي كتير بيفرغ طاقات سلبية،
يعني بتحسي حالك بعد ما تشتغلي انه كثير هيك بتحسي حالك فريش يعني مرتاحه وعامله شيء حلو لبيتك. استثمرتيها بطريقه صح. صحيح. ست رجاء خلينا نحكي شوي اليوم عن تجربتك الخاصه ضمن ابره وخيت. يعني نحن يمكن دائما ست رجاء عم تحكي لنا عن المجموعه بشكل عام باعتبارها موجوده معهم من 2015 لهلا. كل مره بنشوف سيده بيكون لها تجربه خاصه. يعني اليوم الابره والخيط هي جزء من حياه اي سيده طبعا. ومن تراثنا بالستاتنا وجداتنا كانوا يشتغلوا ويعملوا شيء. وايضا هلا انت ام عندك عائله ممكن تكون هالعائله بتاخذ شيء الحديث ما بيهمها هي التفاصيل، ولكن انت هلا بتغيري لهم نظرتهم لهذا الموضوع. احكي لنا عن تجربتك الخاصه. انا مثل ست رزان كمان دخلت يعني انا وياها سوا، وانا بحب كثير كثير هيدا الشغل تبع الفنون، يعني لي مراء بالفنون وبحب اشتغل مع انه بناتي ما بحبوا، كثير حاولت اني اعلمهم. عم اقول لك احيانا بتطلع الام بتحب شيء والولاد بيطلعوا يعني بيحبوا ما بدهم، بس انا يعني لاني بحب هالشغله يمكن صرت اني اتطور كثير وابدع فيها، عرفتي يعني ومثل مثل ما قالت رزان حكايتي قصتي شعوري، يعني كل شيء بحب بشعر فيه بحب انه احطه بهاللوحه يلي انا بدي اعملها يعني. وهذه كانت تجربه كثير كثير حلوه لنا، وانا بشكركم انتم يعني تلفزيون كثير انه عم تضووا لنا دائما على اعمالنا، وبتمنى انا كمان انه من الجهات الثانيه المختصه مثل وزاره الثقافه وزاره السياحه عرفتي انه يحطوا لنا اشياء من اعمالنا يعلقوهم مثلا عندهم، يكون في دعم. دعم مثلا انا رحت على مصر انا منين هذه اللوحه نقلتها نفرتيتي لانه صورت عندهم اللوحات، بتلاقي بتفوتي على الاوتيل حاطين في محل وين ما بتمشي قطع يعني بحطوها انه هذه شغل مصر بتعرفيها من قطعتها. ونحن لازم هيك يعني هلا نحن عندنا الاقمشه الاغاباني البروكار يعني هذا تراث سوري، ونحن بنضيف لكل قطعنا. هذه هلا القطعه اللي حملتيها لو سمحتي ايه هذه شوفي هلا فيها بروكار صحيح يعني منضيفه من شكلها بتعرفي فورا انه هذه قطعه سوريه لانه هذا ما حدا مختص بهالقماش غيرنا عرفتي يعني. نحن بنتمنى من الجهات المعنيه انه يشجعونا اكثر ولننتج اكثر بيشجعونا بنصير بنعمل اشياء كثير احلى وكثير يعني يعرضوا عندهم ما بدنا نحن نبيع بس انه يعطوا فكره عن التعريف عن اعمال السيدات السوريات اكيد انه شو كيف بتبدع بشغلها يعني اكيد. وبنضم صوتنا لصوتكم يكون في جهات داعمه وراعيه لكم بشكل اكبر لكل السيدات السوريات اللي عم يحاولوا فعليا يبنوا مشروعهم الخاص ضمن ظروفنا الصعبه والقاسيه اللي عم نمر. اكيد سعيدين بوجودكم معنا، بنتمنى لكم التوفيق وان شاء الله بنحتفل معكم بالمعرض ان شاء الله. هو معرضنا معرضنا الاحد حيكون 30 الشهر افتتاح على الساعه 5:30، وفي ندوه حتلقيها مدربه اليوغا الدوليه غدير بغجاتي حتتناول موضوع اليوغا والعمل اليدوي، كيف السيده بعد ما تشتغل اعمال يدويه يمكن كمان تعمل تمارين لاصابيعها لايديها. حلو. فبنتمنى انه تزورونا يعني يوم الاحد على 5:30 ان شاء الله. واكيد بندعي الناس اللي عم يسمعونا ويشوفونا انه هن يكونوا موجودين كمان تشجيع ودعم. احيانا كثير حدا بيعطيكي فكره وهو عم يتفرج على لوحه او ثناء معين بيضل ببالك طبعا بتشوفي هالاقبال انت من الناس يعني بتصير بتشجعي اكثر انه تشتغلي اكثر عرفتي. نحن عم نلاقي اقبال اكثر بالمعارض ان شاء الله كل سنه عم نكثر يعني وعم ننبسط، بس بصير هيدا لنا تشجيع كبير انه نضل نشتغل اكثر واكثر ونقدم كل شيء حلو عنا. نحن موجودين لنسلط الضوء دائما على شغلكم الجميل وشغل الصبايا والسيدات السوريات. بنتشكركم ونتمنى لكم اكيد التوفيق. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. شكرا على استضافتكم كلكم. شكرا ست رزان وشكرا ست رجاء، وتحيه اكيد لباقي سيدات ابره وخيط. ونحن دائما فخورين بكل السيدات السوريات وبأشغالهم. شكرا لكم. شكرا كثير لكم. شكرا لكم على استضافتكم. لهون بكون رحلتنا الصباحيه وصلت للختام مع المراه السوريه والسيده السوريه اللي بتحب فعليا تشتغل من قلبها وتقدم من قلبها ضمن ظروفنا اللي عم نمر فيها. فتحيه لكل صبيه ولكل امراه سوريه اليوم. رحلتنا الصباحيه وصلت للختام، ملتقانا بكره على شاشه الاخباريه السوريه بنفس التوقيت بتمام الساعه 9:30 صباحا. من هلا لوقتها تبقوا بألف خير. باي باي.
نهارك سعيد نور، نهار سعيد لكل طبعا مشاهدينا. بكرة الجمعة نهاية الأسبوع، بنتمنى لكم إجازة سعيدة ومريحة أكيد ضمن البيت، وصباحنا غير بيكون بكرة بحلقة خاصة مثل العادة بيست أوف لأهم المحطات اللي بتمر خلال الأسبوع. لا تنسوا تراسلونا لأي موضوع بتحبوا أنه يكون ضمن صباحنا غير مع أضيوفنا الاختصاصيين يوميا من السبت للخميس 9:30 الصباح. ضلوا بألف خير، باي باي.